والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل نعمته لابد الابدين وظهر الظاهرين امين. يحدثنا ايها الاحباء انجيل هذا الصباح من انجيل معلمنا القديس توقا اصحاح 11، وبعدين في اول جزء من هذا الاصحاح الذي قرأ على ما سمعنا اليوم يقول: وابتدأ الكاتبة والفريسيون ينظرون رضيا. ولما نتكلم عن الكتبة والفريسيون، الكتبة هم الذين كانوا لهم الأولوية لحفظ الكتاب، يعني المفروض كانوا يحفظوا الكتاب ويعلموه إلى الشعب، يعني المفروض كلام الكتاب المقدس يكون في قلبهم وفي فكرهم ويغير من سلوكهم ومن حياتهم. لكن الحقيقة الكتبة والفريسيون الذين أخذوا من التدين والشعائر الدينية ستار ليخفي بيهم حقيقتهم الداخلية، يعني أصبح هذا التدين صورة من التدين الظاهري وليس التدين القلبي، ليس الإيمان الحقيقي. يسمعون بالكلمة ولا تعمل الكلمة فيهم، مع أن الكلمة حية وفعالة وأمضى من كل شيء، وأمضى من كل من سيف ذو حدين، مميزة إلى أفكار القلب ولنياته، مع ذلك الكلمة لم تعمل فيهم. والسبب يقول عنهم الكتاب، السبب كان واضح جدا، كان في حاجة واقفة قصادهم كده حتى لا تعمل الكلمة فيهم. القلب كان عنده تحجر، كان في تحجر في القلب، فأصبح ما كانش ليهم أصل. الأصل والجدر هو المحبة، كل ما كان الجدر والمحبة كبيرة كل ما كان الثمر عظيم ووفير، كل ما كانت الأرض جيدة وتعطي ثمارها 30 و60 و100. مشكلة الفريسيين زي ما قال عنهم الكتاب المقدس أنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. هي دي المشكلة، أن الإنسان يحب مجد الناس أكثر من مجد الله، بدل ما يطلب وجه ربنا يقول له طلبت وجهك يا رب ووجهك يا رب ألتمس، لا أنا عايز مجد الناس، أنا عايز الناس هي اللي تمدحني. عشان كده الكتاب يقول: كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين بها فقط. والقديس إيلاريون أسقف بواتيه يقول عبارة جميلة جدا عن الكتاب المقدس، يقول أن الكتاب المقدس ليس بقراءته ولكن بفهمه. لما الكلمة تعمل بإيمان وبفهم وبعمق. مشكلة الكتبة والفريسيون أنهم كانوا لهم ذات عالية جدا، والذات والكبرياء لا يتمشى مع أولاد الله. الاتضاع باب الفضائل، يقولوا كده الآباء، يقولوا أن الاتضاع خلص كثيرين بلا تعب، يعني من غير تعب الاتضاع نجاه. مرة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس كان ماشي في البرية وبعدين قال يا شاف فخاخ إبليس منصوبة، فقال طب مين اللي يقدر يستطيع أن ينجو من هذه الفخاخ؟ فسمع صوت وقال له: المتضعون هم اللي عندهم اتضاع، الكلمة تعمل فيهم فلا ينظرون رضيا. مشكلة الكتبة والفريسيون ليس لهم اتضاع. يقول لهم كده السيد المسيح: لعل تطيلون صلوات، يعني انتوا الهدف كله هو مجد الناس وليس مجد الله. تدين صورة من التدين الظاهري وليس القلبي. لكن الانسان الروحي يقول ايه؟ يقول له: طلبت وجهك يا رب ووجهك يا رب ألتمس. انا مش عايز حاجة مجد من الناس، ليس ايه؟ ليس اطلب. شوف واحد زي قديس يوحنا المعمدان، كان خادم حقيقي، خادم لكلمة الله، يقول كده: ينبغي أن هذا يزيد وأنا أنقص. إنما الفريسيون الذين اؤتمنوا على مفاتيح المعرفة وعلى الأقوال الإلهية لم يكونوا أمناء، لأنهم كانوا ينظرون إلى مجد الناس أكثر من مجد الله. وبعدين ده مش كده وبس، ده كانوا معطلين لكلمة الله الحي اللي هو السيد المسيح. يقول كده الكتاب: ويكلمونه في أمور كثيرة ويمكرون، يمكرون ليصطادوه بكلمة من فمه. مش بس كده،
ده عايزين يوقعوه مره، يدخلوه في مشاكل ويقولوا له كده مسيح، يقولوا له تعطى الجزيه لقيصر ام لله؟ فقال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما مال الله لله. يبقى اذا كانوا يحاولوا كذا مره يوقعوه بالمشاكل ويوقعوه بالمؤامرات، مره مؤامرات روحيه ومره مؤامرات سياسيه الى اخره. وبعد كده السيد المسيح يقول لنا تحذير مهم جدا. ايه هو التحذير؟ يقول كل وقت ربنا بيكذب لكلمته كل الذين يردون ان يسمعون الكلمه، فبيقول اجتمع ربوات كثيره حتى داس بعضهم بعضا. حينئذ ابتدى يسوع يقول لهم اولا تحرزوا لانفسكم من خمير الفريسيين. ايه هو الخمير الفريسيين؟ الذي هو رياءهم. يعني الانسان يبقى جواه غير براه، يبقى الانسان يقدم للناس المحبه وجواه هو ما بيحبهمش ولا حاجه. يقول كده خطيه صغيره ممكن تخمر العجين كله، ممكن تاثر في حياتك، ممكن تاثر في خلاصك، ممكن تاثر في سلوكك. احذروا من الرياء، ليكن ما بداخلكم هو الانسان الروحي، الانسان على صوره الله ومثاله. وبعدين يعدي اقوال الالهيه في الاصحاح، وبعدين السيد المسيح يدينا تعليما اخر، تعليما ثالثا. يقول ان الضيقات والالمات ستاتي على الكنيسه، ستاتي على اولاد الله، ولكن لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم. يعني الانسان ما يخافش. كل الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. يبقى في الم، في اضطهاد، ولكن يقول كده طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا. اذا في فرح، وسبب الفرح يقول كده لان اباكم سر ان يعطيكم الملكوت. ما تخافوش من الذين يقتلون الجسد. الكنيسة تعلمنا ثلاث أشياء. تعلمنا إيه؟ تعلمنا إن البيت اللي إحنا عايشين فيه في العالم دوه وهذا المسكن الأرضي مش بيتنا. طب بيتنا فين؟ بيتنا في السماء. بيتنا في السماء. فتقول إيه؟ غير نظرينا إلى الأشياء التي ترى، لأن التي ترى وقتية، لكن ننظر إلى إيه؟ إلى الأشياء التي لا ترى. الدرس الثاني تعلمنا اننا نزلاء وغرباء، والانسان الغريب عايز يسافر، عايز ينطلق. يقول القديس بولس الرسول يقول لي الحياة هي المسيح، لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح فذلك افضل جدا. والدرس الثالث والجميل تعلمنا ان هذا الزمن وقتي، الكنيسة وهي على الارض تنقلنا الى مورا. عشان كده في صلواتنا وحياتنا نقول له ايه؟ وننتظر مجيء الاتي المخوف المملوء مجدا، وننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الاتي. امين. احنا عينينا مش بس على الارض، احنا عينينا على السماء. هو ده الهدف بتاعنا. طول ما الهدف واضح قصادنا ان حياتنا هي السماء، حياتنا هي الأبدية، حياتنا هي القيامة. شوف الكتاب يقول إيه على الشهداء. يقول في رسالة معلمنا القديس بولس الرسول عذبوا ولم يقبلوا النجاة. مش معنى يعني؟ يقول لأنهم كانوا ينظرون إلى قيامة إيه؟ قيامة أفضل. عارفين إن الجسد يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع جسد ترابي او جسد انساني ويقام في جسد ممجد وجسد نوراني. عارفين ان الحياه ستنتهي، ولكن الحياه الابديه ستمتد مع المسيح الى ما لا نهايه. عشان كده يقول لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم. طب احنا الخوف يكون من ايه؟ بدء الحكمه مخافه الرب. الخوف لا يجي حد يلقينا في جهنم، وايه اللي يلقينا في جهنم؟ الخطيه. فنخاف من الخطيه ونبعد عنها ونلتجئ الى الله بمراحمه، نلتجئ الى الله بمحبته، ونثق ان لا يستطيع احد
أن يؤذينا لأننا في يد المسيح الحافظة ويد المسيح القوية. القديس كيرلس عمود الدين يقول عبارة رائعة جدا لما المسيح قال لا تخف أيها القطيع الصغير فأن أباكم سر أن يعطيك من ملكوت. فبيقول أنت عايز إيه تاني؟ لما المسيح أعطاك كل حاجة، أعطاك السماء، أعطاك الأساسيات، أعطاك الحياة، فلماذا تطلب الكماليات؟ أفلا يعطيك الكماليات الحاجات البسيطة؟ إذا كان إداك أهم حاجة، لا تخف أيها القطيع الصغير فأن أباكم سر أن يعطيكم الملكوت. وبعدين كل هذا يلتزم أن الإنسان المؤمن، الإنسان المسيحي يعترف بالمسيح ويعترف بإيمانه. يقول كده في يوحنا 6 عدد 52، يقول شروط الحياة الأبدية اثنين، إيه هما؟ يقول من يؤمن بالابن فله الحياة الأبدية، يبقى الإيمان كخطوة أولى. وبعدين يقول من يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة الأبدية في يوحنا 6 عدد 58. إذن في شروط للحياة الأبدية. أول شرط هو الاعتراف بالمسيح، يقول كده من أراد. طب إيه شرط الاعتراف بالمسيح؟ يقول من أراد أن يكون لي تلميذ، من أراد أن يكون لي تلميذ يعمل إيه؟ يقول ينكر نفسه، ينكر نفسه يعني الذات، ما تقفش حائل أمام خلاصه كبرياؤه ولا ذاته حائل أمام خلاصه. شفت مشكلة الكتبة والفريسيين إن كان الذات والكبرياء تقف حائلا أمام سماع كلمة الله، فأصبح القلب متحجر. فأول حاجة فلينكر نفسه. ويقول بعض الآباء الروحيين، يقول الإنسان لا يفهم معنى صحيح للأرثوذكسية إلا عندما يفهم التخلي أو الترك من أجل الله، لأن المسيحية اتبنت على التخلي والترك والاتضاع. نظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. طب رئيس الإيمان ومكمله عمل إيه؟ يقول أخلى ذاته وأخذ شكل العبد وصار في هيئة الناس وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إذن لا نفهم المعنى الحقيقي للأرثوذكسية والمسيحية إلا عن طريق الترق أو الإخلاء. وبعدين يقول من أراد أن يكون لي تلميذ فلينكر نفسه ويحمل الصليب، يعني يحمل الألم. وهنا الكتاب المقدس يدينا درس، يقول صحيح في ألم وفي ضيقة، لكن لا تخافوا من الذين يقتلون لجسدكم. لا، ويقول كده أن حتى شعور رؤوسكم كلها محصاة أمام الله، نحن في يد الله الحافظة. وبعدين في الشرط الثالث يقول ويتبعني، يعني يسير في طريق المسيح ويسير في طريق الوصية. وعشان يسير في طريق الوصية ويسير في طريق المسيح يقول كده ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة الله، وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. ده الدرس الأخير في إصحاح في إنجيل معلمنا القديس لوقا إصحاح 11 النهاردة. يقول إيه؟ يقول الذي يجدف على الروح القدس هو الذي ليس له مغفرة. ومين اللي يجدف عن الروح القدس؟ هو الشخص الذي يستهين بالمقدسات، هو الشخص الذي يستهين بخلاص نفسه، هو الشخص العنيد الذي لا تعمل فيه كلمة الله، هو الشخص الذي يرفض عمل التوبة إلى آخر لحظة في حياته، فيغلق باب التوبة أمام وجهه وأمام حياته، فينغلق أمامه باب المغفرة لأنه لم يتوب. التوبة تبدأ بالاحتياج وتبدأ بالاتضاع وتبدأ بالصراخ إلى الله. كل من يجدف على الروح القدس فليس له مغفرة. فالإنسان طول ما في هذه الحياة يلجأ إلى ربنا ويرجع تاني ربنا فتكون له مغفرة. ويقول كده الكتاب المقدس، يقول لأنك لا تشاء موت الخاطي مثلما أن يرجع وتحيا نفسه. ربنا يعطينا المغفرة، يعطينا أن نكون تلاميذ للمسيح، يعطينا التبعية للمسيح، وأن يكون قلبنا روحي وإنساننا الداخلي إنسانا روحيا تعمل فيه كلمة الله وصوت الله يعمل فينا باتضاع. ربنا يبارك في حياتكم، ولا ربنا المجد الدائم الأبد أمين. النهاردة ذكرى الأربعين للمرحوم موريس موسى نخلة. ربنا ينيح نفسه في فردوس النعيم ويعطي عزاء للأسرة الكريمة.
كل سنة وانتم طيبين ولربنا المجد الدائم الى الابد امين.